اليوم كانت في حلقة حوارية بحضور مختصين في الاستدامة، وكانت الحلقة بعنوان التخطيط الحضري للضواحي والمدن المستدامة. فالدكتور سالم الحجرف تطرق إلى مفهوم المدن المستدامة كواقع في دولة الكويت، وأهمية يعني تعزيز مفهوم الاهتمام الاستدامة في المنزل كوحدة في السكنية، خلينا نقول كوحدة من داخل منظومة المدن المستدامة. وأيضا لتحقيق الاستدامة يجب السعي للاعتماد على مصادر حياة مستدامة واستخدام طرق وتقنيات إعادة تدوير النفايات بأنواعها المختلفة. وكانت محاضرة أخرى للدكتور وليد وحمرة تكلم على دور التعليم في تحديث وتطوير التخطيط الحضري للمدن المستدامة، وهذا كان جدا مهم في تحديد الاحتياجات المستقبلية ويعني زيادة الوعي بين الطلبة سواء ما قبل الدراسات العليا أو دراسات العليا، وأهمية تعزيز هذا المفهوم مع الجيل الشباب بشكل رئيسي. والمحاضرة الثالثة كانت مع الدكتور عبد المطلب البلام اللي تحدث عن كيفية بناء مدينة الكويت القديمة في عام 1951، وكان هناك عرض مرئي مشوق طبعا لخريطة ثلاثية الأبعاد والاستعمالات السابقة، بالإضافة إلى بعض الأمور من التصميم الحضري في الخمسينيات اللي تهتم في الاستدامة. وتكلم الشيخ عبد الله أحمد الحمود مدير عام هيئة البيئة عن الاستدامة البيئية في المدن الحضرية، وبعدين المهندسة طبعا ماهل بغلي عضو المجلس البلدي تحدثت عن مؤشرات المدن المستدامة وتلاقيها مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. نقاش ثري في هذه الحلقة، والحمد لله استمتعنا أيضا في المداخلات واستفدنا كثيرا، وإن شاء الله الخطوة الثانية هي التواصل مع المؤسسات الحكومية المعنية في الاستدامة، بالإضافة إلى وضع بعض التشريعات التي تساعد على تطبيق هذه المفاهيم والمبادئ في بناء كويت الحديثة، وأيضا تطوير ما هو مقام حاليا. شكرا.